السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو مختلف بيكون شرح كيف ممكن تشارك في الجيفاواي، رغم انها ما هي شيء كبير ولا هي جهاز واو، لكن من صناعة يدي انا شخصيا. منزل عليها فيديو السيارة، كلكم تعرفوها، تكلمت عليها في الفيديو السابق، بحط الفيديو السابق هنا. اهم شيء شروط المسابقة هي أنا بأصلح بث مباشر بعد هذا الفيديو بيوم، أول ما تنقضي 24 ساعة أصلح بث مباشر في أي وقت، يعني على مدار 24 ساعة ثانية. مثلا 24 ساعة لما ينزل هذا الفيديو ما بصلحش بث، وبعدها ب 24 ساعة إن شاء الله أصلح بث. فأول ما أصلح بث أول 10 أشخاص يعلقوا في التعليق، التعليقات، الشخص الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. مش العشر التعليقات الأولى، العشر الأشخاص دي علقوا أول. يمكن الشخص الأول يعلق 60 تعليق، ما يحتسب له إلا تعليق واحد. فلهذا أول 10 أشخاص بنصلح عليهم قرعة في الكمبيوتر، ان شاء الله حصل برنامج له. وطبعا تاخرت عليكم لاني ما كنتش عارف بهذه الاشياء من قبل، كيف صلح هذا الجيف اوي مدري وش. ان شاء الله اول 10 اشخاص نصلح عليهم قرعه في الكمبيوتر، اي برنامج يختار لنا رقم من 1 ل 10 يطلع رقمه فز بالجائزه. وبعد نتواصل معه بالايميل، بعد ما اتواصل معه بالايميل عشان ارسل له مثلا الهديه، ولا عشان نشرح كيف عشان ارسل له ناقش كيف نرسل له، ما عندي تجربه من قبل. والفيديو بيكون تو ماتش قصير، بس ان شاء الله نحب نطولها الان، وبنزل لكم شيء جديد. وخليكم مع المقطع. إذا كنت جديد في القناة فلا تنسى تفعل جرس التنبيه، وإذا ما كنت مشترك اشترك في القناة. وخليكم مع المكتب. معانا هنا سماعة عادية، سماعة سونيكس، وهذا الواير حقها، هذا حق سماعة عراس ولا حق احتفالات، مش هذا واير رأسها، وهذا رأسين حق سماعة عادية. و بخلي هذا السماعة تكون هذا السماعة سبيكر وسماعة في نفس الوقت. خليكم مع المقطع ويلا. ثاني حاجة، انت بتلقى في السماعة في كل رأس السماعة بتلقى وايرين، وايرين موجب وايرين سالب، علشان في السماعة 2 أذان، فلهذا تربطهن الموجب بين الاثنين مع السالب بين الاثنين، وتصلح نفس الشيء مع الثنتين السماعات. بعد ما تكمل تربطهن تربطهن مع بعض بهذه الطريقة، مش لازم تكون حاجة احترافية ولا حاجة سهلة. هذا طبعا فيديو سهل وخفيف علشان ما يكون شيء الجيف اواي، فيديو قصير جدا لمدة دقيقة أو دقيقتين. بعدين تلصق رأس السماعة مع رؤوس السماعة الثانية، كمل تلصقهن، وبعدين نركبهن في السماعة. بتكون معك سماعة جاهزة، فيديو سهل، تقدر تصلحها بالبيت إذا ما عندك مايك، وتشبكهن كل واحدة في جهة، واحدة في هنا في حق السماعة، والثاني في حق المايك. هون على ما كنت مزكم شوية، فالحين نجرب نتكلم منه، نجرب نتكلم منه. تسوي مثلا عن بغض مع الميكروفون، بعدين تقول هاي هاي. Sorry about that. I didn't hear anything. الصوت يخرج منه بس. لحظة. Hi there. الخير اشتغل. How you doing? I found this for you. طبعا دي ما تفهمش عربي في هذا. أنا كل شيء عندي مع التجربة، وإن شاء الله
الشاشة مش ملونة عشان خبرات وهكذا من مشترينا. الواير خارب ولا حاجة ما أعرف مش خارب بالضبط. و أنا تحياتي للجميع، أتمنى أنكم تضغطوا زر اللايك إذا عجبك المقطع، علق أسفل المقطع هل تتمنى أنك تربح الجائزة ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.